يعني معاه Thank you.
بيزار كوز نوجا. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. احنا وفد سيدي بلعباس في ريادة أجيدو. نحن في ورقلان مدياف في قلمر مدياف. رغم كانت سفرية شاقة ولكن وجدنا الناس استقبلونا في بلد الشهداء، بلد هو ريب بديان، الله يرحم ما هو يرحم الشهداء. وبهذه الذكرى بمصادفة لذكرى 845 أشكر جميع الوفد من جميع المقيمين على هذه التظاهرة وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، معكم مصارع من نادي فوز. جينا برحلة شاقة هنا من بلعباس، إن شاء الله نديروا فيها النتيجة وإن شاء الله ربي يوفقنا ونفرحوا مدينة سيدي بلعباس. نشكر مدينة قالما، مدينة هواريب ومدينة البطل تاعنا، ربي يحميه الشهيد. ونشكر على الضيافة تاعنا، إن شاء الله نفرحوهم ونفرحوا ثاني ولايتنا، ربي يحفظ. بسم الله الرحمن الرحيم، أنا طالبة في جامعة جلال اليابس بسيدي بلعباس. اليوم التحقنا بمدينة قالما ونشكرهم على هذا حسن الاستضافة. معكم طالب جئنا المشاركة في البطولة الوطنية اللي جيتوا في جامعة قالما. نشكر ولاية قالما وجميع المديرين والمدراء لحسن الاستقبال وإن شاء الله فيها خير. السلام عليكم، مرحبا بنا عندكم ناس قالما. رئيس معكم رئيس الوفد من مدينة جامعة الإنسان. مرحبا بنا عندكم في قالما، إن شاء الله التوفيق لنا. إن شاء الله جينا إن شاء الله بإذن الله، إذا ربي وفقنا نديروا النتيجة إن شاء الله. والله كثر خير ناس قالما، الله يعطيهم الصحة وبارك الله فيهم. عبد المرحيم مدرب شريف سيد أحمد من مديرية خدمة جامعة تيليمسان. جينا للمقابلة هنا البطولة الوطنية للي شهدوا للمدينة إقامة، ولهذا نتأسس عودة. روح مش مش. السلام عليكم، أقدم نفسي مدرب خيلو سيد أحمد للي شهدوا، ممثل مديرية خدمة جامعة تيليمسان، ولهذا لحضور البطولة الوطنية للي شهدوا للمدينة قالما، ولهذا نتأسف على الهطول صحيح في المنزل. عليكم، أنا وحدة سينا رئيسة وفد مديرية خدمة جامعية لجامعة تلمسان. جينا هنا بولاية قالما للبطولة الوطنية لرياضة الجودو في طبعتها الثالثة هنا في قالما. احنا كي جات في ولاية قالما نشكركم على حفلة الاستقبال، يعني صنعنا أحسن استقبال الحمد لله. بالرغم من المسار الشاق والطويل بصح كي جينا هنا يعني الحمد لله صنعنا أحسن استقبال، وكانت الظروف يعني ما شاء الله، ونتمنى إن شاء الله نديروا ريزلت مليحة. السلام عليكم، معكم عماد عبد القادر. اصبر دقيقه. معكم طالب عماد عبد القادر من مديرية خدمة جامعة تيليمسان. نشكر استضافة جامعة قالما و استضافة، نشكر. السلام عليكم، معكم طالب جامعة تيليمسان حمداش محمد، ورانا جايين من ولاية تيليمسان بعد السفر المتعب، لكن حظينا باستقبال مبهر. نشكر جميع المؤطرين المنظمين لهذه الدورة، وإن شاء الله تكون أحسن دورة وإن شاء الله نكون نتائج مشرفة للجزائر والولاية تاعنا خاصة. تري بيان. السلام عليكم، معكم طالب عماد عبد القادر من مديرية خدمة تيليمسان. نشكر بالرغم من الصعوبات في السفر و
والوقت كذلك نشكر جامعة 8 مايو 1945 على الاستضافة وعلى حسن احترام وحسن استقبال وان شاء الله نديروا ريزيلطا وان شاء الله نكونوا بون شوز. يعطيك الصحة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم رئيس وفد جامعة الإخوة من توري قسنطينة واحد. جينا للمشاركة في البطولة الوطنية الجامعية للجيدو في كالما. الحمد لله الرحلة كانت مليحة، الاستقبال كان جيد، وإن شاء الله نحقق نتائج مليحة. وشكرا كالما. السلام عليكم، أنا مشاركة مراد نهاد من جامعة من توري قسنطينة. اليوم جينا نشاركوا في البطولة الوطنية للجيدو في كالما، لقينا استقبال مليح جيد، إن شاء الله نديروا ريزلتا. Thank you.
السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي وبإشراف السيدة والي ولاية قلمة. الوفود عدد الجامعات المشاركة في هذه التظاهرة الوطنية أو البطولة الوطنية الجامعية بلغ 21 مؤسسة جامعية، منها 16 جامعة، 3 مديريات خدمات جامعية ومدرسة واحدة هي المدرسة العليا للأساتذة ببوزرعة ومركز جامعي واحد. عدد المشاركين الذين سيتوافدون على هذه على مدينة قلمة بلغ حوالي 200 فرد، من بينهم 94 مصارع ذكور، 50 إناث، والمرافقين لهم هم مدربين وسائق حافلة وكذا 56 فرد. يؤطر هذه الدورة 20 حكم، من بينهم حكمين أو إناث، زوز إناث من مختلف الولايات، حكام يتوزعوا على مختلف الولايات. وهذه الدورة تحت يؤطرها أطباء الجامعة المتكونين من حوالي 12 طبيب مع مطبي تابع الجامعة والخدمات. كمل هذه يعني في التعبير قبل ما بدأت القهوة. يزيد. أروح كمل. لا لا بشكل كنا ركز على التعليم ثلاثة سنين. سنتين. غنزل في مختصر مع الله. قاعد. هيس. كان الاستقبال اليوم ابتداء من الساعة الثانية بالقاعة محاضرة الساسي بن حملة، جندنا حوالي 50 فرد لهذه الاستقبالات، ونحن على قدم وساق لإنجاح هذه البطولة. لحد الآن وصلت حوالي 9 وفود مشاركة، وبعدها مباشرة على الساعة 7 راح تكون إشارة الانطلاق من طرف السيدة والي ولاية قلمة. خلال هذه الانطلاقة، إعلان الانطلاقة، هناك تكريمات خاصة لوجوه قدماء رياضة الجيدو، وهم السيد الشيخ مواد المجيد حفظه الله وعائلة المرحوم محمد وغابة. هذم الشخصين هم الذين كانوا سبب في دخول الجيدو لولاية قلمة. وغدا إن شاء الله تكون انطلاقة بالإقامة الجامعية بالقاعة الرياضية المتعددة الرياضات بالإقامة غول إبراهيم، انطلاق من الساعة 8 وتكون التكريمات بعد نهاية المنازلة إن شاء الله. يليها يوم السبت إن شاء الله تكون رحلة سياحية لجميع الوفود إلى مدينة حمام الدباغ السياحية. أو جمع
السلام عليكم، معكم طالب من إسحاق من جامعة خميس مليانة. جينا نشاركوا في تظاهرات تاع الجالمو الوطني الرشيدي، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، معكم رسولي فاطمة طالبة جامعة خميس مليانة بولاية عين نخلة. جيت نفوز بالبطولة الوطنية الجديدة بولاية السلام عليكم، أنا طالبة طرف الصرام جامعة خميس مليانة، جينا اليوم بولاية قلمة البطولة الوطنية لرياضة الجيدو. تلقينا استقبال رائع جدا رغم المسافة التي قطعناها حتى وصلنا إلى هذه الولاية، لكن وجدنا استقبال رائع وشكرا لكم، إن شاء الله هنحققوا نتيجة مليحة غدوة. صح. السلام عليكم، طالب شكوك كيفية من مدينة خمس مليانة جامعة خمس مليانة. اليوم رانا حضرنا بطولة وطنية للجيدو، رانا استقبلونا أهل مدينة قلمة وجامعة قلمة اسم ضيافة الله يبارك إن شاء الله وربي يقدرهم على هذا العمل، إن شاء الله نكونوا في قد المستوى ونقدموا نتيجة ونكونوا حصلنا على ميدالية إن شاء الله. السلام عليكم، احنا يا المنظمين تهد البطولة الوطنية للجيدو الطبعة الثالثة في ولاية قلمة. أنا يا مؤطر تاع فوج بالعباس جروب العباس، هذو مخوزن عين دفلة، وين متشرفين بكم ومرحبا بكم، وفي الأخير نقول لكم تحية الجزائر.